نروح دلوقتي للحقيقة مسلسل عامل حالة كبيرة من يعني المشاهدة مع الناس، مسلسل ألفريدو بطولة النجمة الكبيرة إلهام شاهين وكمان الفنان أحمد فهمي. والمسلسل من أول ما ابتدوا يتحدثوا عنه لسه ما اتعرضش كان متصدر الترند. صور المسلسل بيتكلم عن إيه، الناس كانت متشوقة إنها تشوف المسلسل، وابتدى كده يعمل حالة من الجدل من أول البوستر بتاع المسلسل نزل، والناس ابتدت تتكلم عن العمل وإيه اللي ممكن يكون بيناقشوا هذا العمل، وابتدت الناس تتكلم على إنه العمل يعني يناقش قضايا معينة ليها علاقة بكتاب، والناس ابتدت تجيب الكتاب، واللي ما قراش الكتاب يقرا الكتاب. هو كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. والحقيقة إنه أول ما اتعرض المسلسل هو بيناقش قضية يعني توجع شوية، زهايمر قضية صعبة، وأي أسرة عندها حد كان مصاب بالزهايمر وهي بتشوف المسلسل تأثرت بشكل كبير. حين الفنانة إلهام شاهين جريئة شوية في اختيار أدوارها، وبتفاجئنا في اختيار أدوارها، ويعني شوية بحس إنه ممكن الستات كمان على وجه التحديد يعني يبقوا خايفين من أدوار زي دي، لأنه هي المشاهد صعبة ومن البداية المشاهد صعبة من أول حلقة، ولما ابتدت تسأل على ساعتها وهي في إيديها، وابتدت تشوف إنها شدت على الخادمة بتاعتها جامد قوي وهي بتسألها كده على الساعة. وإحنا يمكن اتأثرنا كمان بموضوع الزهايمر ده مع الفنان الكبير الغالي على قلوبنا جميعا النجم عادل إمام في فيلم زهايمر 2010، كلنا نفتكر طبعا المسلسل. فالحديث عن الزهايمر حديث مؤثر. خلينا نروح دلوقتي ناخد على التليفون الفنانة الجميلة النجمة إلهام شاهين. مساء الخير على حضرتك، وألف ألف مبروك المسلسل، ومبروك لكل صناع المسلسل. الله يبارك فيكي، ميرسي، اشكرك جدا. ميرسي خالص. ازاي حضرتي للدور ده ودور صعب ومرض الزهايمر قاسي جدا والمشاهد حقيقي قاسيه من البدايه؟ حقيقي، لان هو المرض قاسي كله يعني في كل مراحله، يعني حتى في بداياتها برضه قاسي، وطبعا هو بيتطور يعني اثناء المسلسل، احنا لسه في نص الحلقات هتشوف تطور كبير هيحصل في الشخصيه. يعني هي بتبدا بالزهايمر وبتوصل يعني لمرحله صعبه، يعني شفتيها دلوقتي لكن انا شفت ده في الحياه، يعني كلنا على فكره اغلبنا او ناس كتير بعتالي تقول لي اللي شاف كده مع ابوه مع امه مع جدته مع عمته مع خالته، يعني مع اي حد، مع ابو صاحبه مع ام صاحبه، يعني لو مش في بيته فهو حواليه ناس يعرفها. يعني الناس متاثره جدا لان كل واحد افتكر حد يعرفه حصل معاه كده، ولان هذا المريض بيبقى لا حول لي ولا قوه، يعني لما بتتمحي الذاكره بيرجع سما البيبي سما الطفل، يعني بيرجع طفل فعلا، فبياخد القلب جدا وبيبقى صعبان على الواحد قوي. فانا شفت ده في الحياه طبعا وعشته مع ناس اعرفها، فما كنتش محتاجه ان انا اقعد اقرا عن المرض وتفاصيله، انا شايفاه عمليا فعشته. طبعا الحقيقه كمان الكاتب عمرو محمود ياسين كاتب بدقه شديده وكاتب لي تفاصيل عظيم كتير. يعني هو ورشه الكتابه ومعاه طبعا ساره مصباح وياسمين ميشيل، الحقيقه فريق الكتابه رائع، فهم مديني كل التفاصيل وكاتبين التطور بشكل رائع جدا. فالحقيقه انا بشكرهم وبشكر كل اسره العمل، لان كل واحد قدم احلى ما عنده سواء اللي قدام الكاميرا او اللي ورا الكاميرا، لانه كانوا متفاعلين جدا مع العمل، يعني متعاطين جدا مع العمل ومع القضيه اللي احنا بنطرحها ككل. اول حاجه طبعا احنا اتفضلي يعني عايزين الموضوعات اللي فيها صله الرحم واللي فيها العلاقات الانسانيه واللي فيها الاسره، عايزين ده يتوجد كتير في التلفزيون، قضايا المجتمع يعني اللي تهمنا اللي كل بيت يقعد يتفرج عليها ويبقى شايف نفسه بالضبط جوه المسلسل ده. بالظبط اللي بتمثل اغلبيه من شعبنا، احنا الاعمال بقى اللي بتشوفها فيها اكشن وتكسير وحاجات بتطير في الهواء، احنا مش عايشين كده. احنا لا عايشين في بلطجه ولا ناس بتضرب بعض ولا ناس بتكسر عربيات ولا الحاجات الغريبه دي اللي بقت موجوده سواء في الدراما او في السينما على فكره. يعني في اعمال كتير ما بتمثلش حياتنا الحقيقيه، فاحنا محتاجين نرجع للدراما الاجتماعيه اللي شبه بيوتنا واللي شبه حياتنا. صح. بجد اللي فيها صدق، لان انا شايفه نجاح العمل ده كده ان الناس كلها متاثره شبهنا قريب مننا وعايشينه، يعني حاسين حتى لو ما عندوش حد عنده الزهايمر في حته الجحود، يعني جحود الابناء سواء مع اهلهم اب او ام او عمه او عم او يعني اي حد اللي ربى،
فبرضو دي جزئيه مهمه جدا يعني. والابن اللي عنده الاصل والابن العاق وتعامل سوسو مع ده ومع ده. اول ما مسكتي الورق اول حاجه جت في دماغك ايه؟ ايه التحدي اللي شفتيه في شخصيه زي دي؟ انه شخصيه جديده تماما، وان انا هبقى اول فنانه تقدمها على الشاشه. فانا دايما ببحث عن الجديد، ويمكن ببعد فترات طويله لان انا مش عايزه اكرر نفسي ولا اعمل ادوار تقليديه. فببحث عن ادوار غير عاديه. فهتلاقي مثلا ده الزهايمر ما حدش عمله من كل النجمات. اخر عمل ليا مثلا كان بطلوع الروح، كان عظيم، زعيمه لداعش، يعني قائد كتيبة نسائية محاربة في داعش، برضو دور عمره ما اتعمل. فأنا بقعد أبحث عن الموضوعات اللي هي مش تقليدية ومش مكررة وجديدة، ويبقى موضوع ليه تأثير جامد على المجتمع، يعني بيفيد الناس بحاجة. طيب حضرتك شايفة إزاي علاقة الأبناء دلوقتي سواء بالأم بالأب بالخالة بالعمة في المشاكل المادية، واللي بيبقوا عايزين يعني ده إنه يتناقش في عمل فني؟ ازاي مهم انه يتقدم في عمل فني بيدخل كل البيوت؟ شوفي، الحياه الماديه سيطرت علينا تماما. يعني سيطرت على المجتمع جدا جدا. وبنشوف حوادث الحقيقه غريبه، يعني قريت قبل كده واحد مش عارفه قتل امه عشان طلب منها فلوس ما ادتلوش. يعني في حاجات غريبه قوي على المجتمع. احنا عايزين نعيد غرس القيم الانسانيه في المجتمع من جديد. عايزين الأسرة تتلم حوالين مواضيع فعلا تبقى مؤثرة فيهم، وفعلا يعني نحاول نعلمهم، لكن يعني يطلعوا منها بحاجة، يعني برسالة ما. يعني انت في العمل ده هتحبي قوي ان الأسرة تتلم مع بعض، ويمكن هنشوف ده في حلقات قادمة. واللمة بتاعت الأسرة والاهتمام بالمريض، وان الناس يبقوا حوالين الناس اللي بيحبهم، دي بتاخر تطور المرض. يعني لازم نساعد اللي حوالينا. استاذ عمرو محمود ياسين بيهتم بالنقاط الانسانيه دي دايما في الورق، حقيقي حقيقي بيكتبها بشكل رائع يعني. وانا بقول حتى لو هي ام وما عندهاش الزهايمر وكبرت وبقت وحيده واولادها كل واحد في مكان، فبرضه هي محتاجة انهم يتلموا ويقولها ويسألوا عليها ويهتموا بيها، يعني زي ما هي اهتمت بيهم وهم صغيرين. بيجي مرحلة الام دي بتبقى هي اللي عايزة الاهتمام بيها، وكأن هي الطفلة، يعني ان اولادها هم اللي يهتموا بيها. صحيح. فالموضوع اكيد مؤثر في كل بيت. الف مبروك المسلسل، ومنتظرين باقي الحلقات. ويعني تحياتنا لكل كرو العمل، الفنانه الجميله الهام شاهين، الف الف مبروك، ويعني هنتابع باقي الحلقات. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.